السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الجزء الثاني من المراجعة، واللي غادي تكون دائما في إطار الكونجيغيزون. وعلاش هذا الجزء الثاني؟ لأنني نسيت ما شرحت لكمش الكونديسيونيل بريزون. كنتأسف لكم وكنعتذر لكم أنني نسيت ما قلت لكمش على الكونديسيونيل بريزون. إذا الكونديسيونيل بريزون، شكون هو الكونديسيونيل بريزون؟ ببساطة الكونديسيونيل بريزون هو أنك كتاخذ لو فيرب أو فيتور بلس لو تيرمينيزون دو لامبارفي، يعني كتصرف الفعل في الفيتور. وهادشي راه شفناه في الفيديو السابق، كيفاش نصرفوا لي فيتور، كيفاش نلقاو لو فيتور ديال لي فيرب كاملين من برومي غوب حتى لتروازيام غوب، ومن بعد نزيدو لي تيرمينيزون ديال لامبارفي. يعني مثلا ناخذ لو فيرب بارلي، عندي لو فيتور سامبل ديال لو فيرب بارلي، شكون هو؟ هو جو بارلوري، تو بارلورا، إل بارلورا، نو بارلورون، فو بارلوري، إل بارلورون. مزيان، شكون هما لي تيرمينيزون ديال لامبارفي؟ ناخذوهم هما AES, AES, AET, EONS, EEZ, INT. مزيان، إذا شنو غادي ندير باش نلقى لو كونديسيونيل؟ كنحيد هاد لي تيرمينيزون ديال ديال الفوتور سامبل اللي هما AI, AS, AONS, هاد EZ, ONT، ونعوضها ب AES, AES, AET, EONS, EEZ, INT. وبالتالي غادي نحصل على لو كونديسيونيل بريزون اللي هو جو بارلوري. هانتوما لاحظوا، إذا شنو تبدل هاد AI؟ رجعت AES. تو بارلوري AS، رجعت AES. إل بارلوري A، رجعت AET. نو بارلوريون هاد ONS نتاع نو بارلورون، رجعت EONS، رجعت نو بارلوريون. فو بارلوري نفس الشيء، حيدنا EZ درنا EEZ. إل بارلوري حيدنا ONT درنا AIENT. إذن هذه هي القاعدة ديال الكونديسيونال بريزون. إذن لاحظتوها بأنها سهلة، إلا كنتي عارف لو فاتور سامبل وكنتي عارف لي تيرمينيزون دو لامبارفي، فلو كونديسيونال بريزون راه سهل، يعني غادي تدمج بيناتهم وغادي تحصل على لو كونديسيونال بريزون. ندوز دابا نشوفو مثال تاني اللي هو لو فيرب فينير. لاحظ معايا في الفيتور سامبل، جو فينيري، تو فينيرا، إل فينيرا، نو فينيرون، فو فينيري، إل فينيرون. لي تيرمينيزون ديال لامبارفي هما قدام، كي داش غادي ندير؟ غادي نحيد لي تيرمينيزون ديال الفيتور، هذيك AI, AS, AONS, EZ, ONT، وغنعوضها بلي تيرمينيزون ديال لامبارفي. غادي نقول جو فينيري، تو فينيري، إل فينيري، نو فينيريون، فو فينيري، إل فينيري. إذن كتلاحظوا كيفاش لقينا لو كونديسيونيل بريزون. إذن هاد الطريقة هادي سهلة، بها غادي تلقى لو كونديسيونيل بريزون ديال جميع الأفعال من بروميي غروب حتى لدوزيام حتى لتخوازيام غروب. إذن يكفي أنك تعرف لو فيتور سامبل ديالهم ولي تيرمينيزون ديال لامبارفي، راه هما هادو راك عارفهم، وكتحيد هادوك كما قلنا كنحيدو لي تيرمينيزون ديال فيتور سامبل وكنزيدو لي تيرمينيزون ديال لامبارفي باش نلقاو لو كونديسيونيل بريزون. نوريكم دابا كونديسيون بريزون ديال لو فيرب إتر، كيعطيني اذا في الفيتور سامبل نقولوا جو سوري، اذا ولكن باي هنا جو سوري باي اس. اذا كتلاحظوا بانه نفس لو راديكال ديال لو فيتور ولكن مع لي تيرمينيزون ديال لامبارف ديال لامبارفي. اذا جو سوري، تو سوري، ايل سوري، نو سوريون، فو سوريي، ايل سوري. بالنسبه للفيرب افوار، جوري، تو اوري، ايل اوري، نو زوريون، فو زوريي، ايل زوري. بالنسبه للفيرب الي، جيري، تو ايري، ايل ايري، نو زوريون، فو زيريي، ايل زيري. بالنسبه لو فيرب بروندر، لابروندر، لا ريبروندر، لا كومبروندر، غادي ناخذ لو فيرب بروندر، غادي نقول لكم جو بروندري، تي بروندري، ايل بروندري، نو بروندريون، فو بروندري، ايل بروندري. لو فيرب تونير او لا فينير او لا روتونير او لا روفونير، غادي ناخذ لو فيرب فينير، غادي نقول لكم جو فياندري، تو فياندري، ايل فياندري، نو فياندريون، فو فياندري، ايل فياندري. اذا كتلاحظوا ديما كناخذ لو راديكال ديال الفيتور وكنزيد ليه التيرمينيزون ديال لامبارفي. Le verbe faire, je ferai, tu ferais, il ferait, nous ferions, vous feriez, il ferait. Le verbe dire, je dirais, tu dirais, il dirait, nous dirions, vous diriez, il dirait. Le verbe voir, je verrai, tu verrais, il verrait, nous verrions, vous verriez, il verrait. Dans hakda, quand il y a le conditionnel présent, يعني كناخدو le radical ديال le futur ou quand il y a les terminaisons ديال l'imparfait. هنايا واحد الخطا كنت درتو في التصحيح ديال التمرين، هاد لي في لو فيرب اتر تري كونتون، وهنا كان عندك لامبارفي، وهنا درت لو في اتر سوري. هاد سوري شنو هو؟ هاد سوري، هاد سوري لو كونديسيونيل بريزون هذا، ولكن هنا مطلوب منا حنا راه لامبارفي. دونك شنو خصني ندير؟ خاصني نقول ايتي، خاصني نقول ايتي ماشي سوري. اذا ديك سوري اللي درت راه لو كونديسيونيل بريزون، اذا هنا الجواب الصحيح راه هو ايتي. إذن كنت أدير فقط إشارة لهذاك الخطأ اللي كان وقع سهوا منا، نعتذر. إذن ميرسي أفو و بون شانس في لي زيكزامان ديالكم إن شاء الله، وما تخلعوش كيما ما تخلعوش، راه ليكزامان راه هو فقط فرض، يعني بحال إلا شي امتحان عادي كنتي كديرو في القسم، ما تخلعش.
غادي تنوض تفطر تستعد نفسانيا نرتاح ليا نهار الاثنين ان شاء الله ارتاح ارتاح خرج دماغك من كل كاع داكشي اللي داك ستريس اللي عندك سير كون واثق من راسك ان شاء الله من بعد هذا التعب هذا كله اللي درتي ان شاء الله راه كاين النجاح ونتمنى في مورا ان شاء الله نفرح معكم جميع بالنجاح ديالكم ان شاء الله كل توفيق ان شاء الله وتنتمنى لكم نقطه حسنه وتفرحوا تفرحوا الوالدين وتفرحوا اخوتكم وتفرحوا حتى نتوما من بعد هذا العام الشاق ان شاء الله دمتم في رعايه الله وحفظه الى اللقاء.